طبعا اللعيب الموهوب او النجم زي ما انت بتتكلم عليه بيبان من السن الصغير، بيبقى بنبص على تصرفاته، بنبص على المواقف المختلفه اللي بيتعرض ليها، بيتصرف فيها ازاي. ده اللي بيفرق لعيب عن لعيب. اما بنلاقي فيه لعيبه بروميسنج كده، واحنا عندنا لعيبه كتير بروميسنج او واعدين بالشكل دوت، بيبقى في اهتمام خاص بيهم، بنعمل لهم وحدات تدريبيه خاصه بالمجموعه، لو طوال قامه بنشغلهم مع بعضيهم. الحاجه الثانيه ان احنا طبعا بنحاول نزرع فيهم المبادئ بتاعتنا هنا في النادي الاهلي، ان لعيب مهما يكون جيد جدا هو بيلعب عشان خاطر النادي مش عشان خاطر نفسه، ودي مشكله بتواجهنا شويه في الاول، وبعد كده اللعيبه بتدوب فيها وبيخش جوه النظام ده. هو كل مباراه في الاول وفي الاخر لازم الاداء الجماعي هو اللي موجود، فانت بتجهز الفرقه كلها علشان المباراه، خصوصا المباراه مهمه. اللعيب اللي بيبقى موهوب او اللعيب المميز جدا هو اوريدي عارف، واحنا موصلين له احساسه ان هو مهم بالنسبه للفرقه، فلازم يأدي بالشكل ده، لكن بيتجهز جوه الفرقه. انت ما تقدرش تقول للعيب انت كويس وانت احسن واحد عندي وانت مش عارف ايه وتاخده على جنب بالفرقه، لا لازم يبقى جوه الفرقه، لكن من خلال جوه الفرقه انت بتعمل له الشغل عشان يلعب بيه. جانا عبد الرحمن يا كابتن فريق 14 سنه ولعيبه من اللعبات اللي قدام عندنا، لعيبه جيده متميزه في اكتر من مركز، عندنا بس شويه حاجات كده بنحاول نصلحها لها، هتبقى متميزه اكتر واكتر ان شاء الله اما تستجيب للتصليح ده. انا بقول لك عشان ادم واحده فيهم وليها اختها كانت بتلعب هبه عبد الرحمن في الدرجه الاولى، فطبعا هي متربيه في وسطنا واحنا هي لسه طفله صغيره يعني لسه في سنتين ثلاثه، فهي واخده على كل الناس هنا، هو الناس كلها بتحبها حتى زمايلها كلهم بيحبوها، وهي لطيفه جدا والناس كلها بتحبها. الرساله لو احب اقولها لها يا جانا، ركزي في اللي بيقولوا عليه المدرب، لان لما تركزي اللي بيقولوا عليه المدرب هتفرق معاكي كتير، انت لعيبه جيده، لكن كمان لما نسمع كلام المدرب هتبقى هي طبعا بتسمع الكلام، لكن لو ركزت فيها كمان اكتر هتبقى حاجه غير كده بكتير. وانا عندي 4 سنين، ده عشان انا كنت دايما اروح مع اخواتي هبه عبد الرحمن ومحمود عبد الرحمن، كنت دايما اروح اتفرج عليهم هنا وكنت اقعد العب. بس انا اساسا قبل الباسكت ما بداتش اي حاجه ولا اي حاجه، انا لقيت ناس كبار عمالين بيلعبوا ويمسكوا الكوره ويتنططوها، طبعا كل الاطفال بتحب بقى ان هم يمسكوا الكوره ويلعبوا بيها ويضايقوا الناس وكده، فانا قلت العبها. انا في الاول ما كانوش قادرين يدخلوني عشان صغيره السنه، يعني ساعتها عندي 5 سنين عشان ادخل الفرقه مع 2004، كان كابتن علي هشام هو اللي ساعدني عشان اخش، وبعديها رحت برايفت بقى مع كابتن خالد عياد وانا صغيره جدا، كان دايما بيسميني كوسوس يا كفته، وساعتها برضو كانت كل 2004 بيحبوني، بعديها بقى كبرت سنه بقيت مع 2005، بعديها كبرت سنه بعديها عملوا بقى فرقه 2006، قابلت فيها ناس كتيره جدا، وكان برضو معظم الفرقه كانت معايا مع 2005 و4 كمان، ايمان ونور زياد وملك ناجي، كنا بنتمرن كتير وكنا بنحب جدا كابتن كريم وكابتن احمد، كابتن احمد حسن النبي، وبعديها طلعنا كابتن احمد حسن النبي تاني، وبعديها كابتن علي طلعت، وبعديها كابتن خالد بقى، كابتن خالد علمنا حاجات كتيره جدا ما كناش نعرفها، وكسبنا المنطقه في الاول خالص انا واصحابي اساسا لما كنا صغيرين ما كناش بنلعب، ما كانوش بيلعبونا اساسا، ما كناش بنشيل من الملعب. بعديها جينا كابتن علي طلعت بقى يلعبنا وسافرنا اسكندريه، وكان في فرق صعبه واحنا صغيرين كده، كان في فرق صعبه جدا بس احنا كسبناهم يعني. وبعديها طلعنا مع كابتن احمد، كنا لعبنا اخر ماتش لعبناه كان مع الزمالك، ما كناش نعرف اساسا احنا هنلاعبهم خالص، كانوا جم قالوا لنا احنا عايزين نلعبكم، احنا اساسا من زمان يعني لا كان نفسنا نلعبهم جدا، وكل ما يعني كل ما نقول لهم يلعبوا بينسحبوا، فلعبناهم يعني كسبناهم فريق كبير جدا. هي بطوله المنطقه كانت اكتر ماتشات كانت جامده وكانت بتخوف يعني. الماتشات اللي انا دخلتها كانت كنت خايفه جدا، وكنت دايما هو ركزي ركزي ركزي. هو اصعب ماتش كان اخر ماتش منطقه، احنا كنا فاكرينه صعب جدا، والحمد لله كسبنا وشلنا كاس كانت الموضوع حلو قوي. وكان قبليها كان في ماتش الشمس كسبناهم برده دبل سكور، وكان ماتش صعب برده كنا خايفين منه بس كسبناهم برده. وجي الالتس بقى في الماتش اللي قبل بتاع الشمس، جم يشجعونا فدجله انسحبوا. دي كانت بطوله المنطقه ما كانتش تخوف خالص، بس يعني كنا احنا خايفين بس كسبنا الحمد لله.
والماتشات بقى اللي قبليها كلها كانت ضعيفه سنه، وكنا دايما بنكسب يعني. ما كناش بناخد وقتنا واحنا بنلعب، كنا بناخد اللي هو 5 دقايق الكوارتر ولا حاجه، ما فيش حد فينا كان بيلحق يلعب. احنا بنقعد بنقرا الفاتحه الاول، وبعديها بنقعد مع بعض نقعد نقول لبعض ركزي، ويعني نقعد نقرا الفاتحه وكده. انا عندي هبه عبد الرحمن بتلعب في الفيرست تيم، دايما بتقولي ركزي ودايما شي انسبايرز مي يعني، ودايما بنقعد مع بعض وتقعد تسلم عليا واحنا قاعدين يعني في النادي او كده، وهي مثلي الاعلى هي وهاله مصطفى. انا هبه عبد الرحمن بلعب في نادي الاهلي فيرست تيم، اختي جنى عبد الرحمن كابتن فريق نادي الاهلي 14 سنه. بعملها فيديو ده عشان اقول لها اني بحبك جدا وفخوره بجد بيكي جدا جدا، نفسي حياتك كل نفسك فيه، وهفضل جنبك واسبورت لغايه ما تحققي كل نفسك فيها، ولغايه ما نتقابل انا وانت كده في فيرست تيم نادي الاهلي ان شاء الله، بس مش عارفه تلعبي مكاني. بحبك قوي وبجد ربنا معاكي، ونفسي حياتك كل نفسك فيه. بتيجي تشجعني، وساعات لما ما بتقدرش تقعد تتفرج عليا يعني الناس بيقولوا لها. هو انا دايما كل تمرين باجيها حتى لو عندي امتحانات، يعني انا عندي امتحان بكره وجيت التمرين. هو انا دايما حتى مثلا انا عندي تمرين ومدرسه بعديها تمرين على طول، بذاكر حتى في العربيه عشان اخد وقت ان انا اذاكر فيه. ومثلا لو انا عندي مذاكره يعني بروح على طول، لو ما عنديش بقعد مع اصحابي. ساعات لما بقعد معاهم بذاكر برضه، بتبقى سهل. وكمان بيبقى في مدرسين وكده في المدرسه بيقعدوا يقولوا لي انت لعيبه جامده، وحشه احنا عندنا يعني باسكت في المدرسه. احنا قعدنا نتمرن كتير كتير كتير، فبعديها رحنا البطوله كده في الاسماعيليه او حاجه زي كده. فروحنا، انا ساعتها كنت بلعب كاتر دايما، فروحت ما كانش فيه بيفوتات فلعبت بيفوت، فساعتها كنت كويسه جدا، وكابتن خالد اخدني بقيت بيفوت خلاص، وكانت بطولة سهلة جدا ويعني كسبنا، وكان شكل حلو في الموضوع كله، كانت سهلة أوي. هو أنا دايما بقول لهم مثلا يعني لو كابتن مش موجود أنا بمرنهم دايما، ولو حد مثلا بيتكلم بقول لهم يسكتوا، ولما مثلا دايما لما يبقى في كباتن واقفة بيقول لهم يقفوا على اللاين، فما حدش في كباتن بيقول كده خالص، أنا دايما بقول لهم يقفوا على اللاين وبيقفوا. احنا لعبنا ماتشات كتيرة جدا. أنا هبدأ بأول ماتش بقى في حياتي كلها كان مع كابتن كريم. كابتن كريم رحنا كنا مش فاكره كنا في نادي ايه، بس كان لعبنا كلنا، كانت اول مره نلعب ماتش في حياتنا، يعني كانت اول ماتش في اللي هي مهرجان وكده يعني. لعبنا فرقه الزهور برضو ويعني كسبناهم، بس يعني كان ماتش عادي بالنسبه لنا، وما كناش عارفين بقى ان هم جامدين ولا لا. بعديها رحنا مع كابتن احمد، كانت ماتشات صعبه اللي هي زهور برضو، زهور ولعبنا شمس، لعبنا كلهم كنا دايما بنلعبهم دوري ودي سوري، كانوا صعبين جدا. كان في ماتش كان مع دجله، خلصنا الماتش على 3-1، كنا احنا 3 وهم 1. كان اصعب ماتش، يعني كان اصعب ماتش في حياتنا اظن، كان صعب جدا، وكان ساعتها برضو اول ماتش دوري نلعبه في حياتنا مع كابتن احمد. بعديها رحنا على كابتن علي طلعت لما سافرنا اسكندريه، لعبنا طلائع الجيش ولعبنا سبورتنج وسموحه. احنا ما خسرناش غير من سموحه، وسبورتنج كسبناهم الف وب، وطلائع الجيش كانت اروى معانا، الفريق كانت معاهم، وجات الاهلي هنا كنا ساعتها كنا بنلعبها. وبعديها رحنا كابتن احمد تاني مسكنا تاني، كنا لعبنا ماتش ضد الزهور. الزهور معلش، الزهور كابتن خالد كان موجود، كان جاي يشجعنا ويقول لنا عاش وركزوا وكده، وده كان ماتش سهل سنة، بس احنا خسرنا برضه، خسرنا فرق بوينت. بعديها جينا بقى في بطولة المنطقة، كانت بطولة صعبة جدا، كانت في الأول خالص سهلة، بعديها جينا على آخر 3 ماتشات اللي هو دجلة وشمس وزهور. كان في دجلة انسحبوا، وشمس انسحبوا عشان الألترس، وشمس لعبناهم. احنا كلنا كنا متوترين في الموضوع ده، في الاول هم كانوا كسبانين، لا احنا كنا كسبانين في الاول، وبعديها هم عملوا كومباك، بعديها احنا كسبناهم فرق دبل سكور. بعديها لعبنا زهور اللي هو الفاينلز،
ده برضو نفس الحكاية، هم بدأوا بالسكور وبعديها احنا عملنا كامباك، بعديها جم تاني وبعديها احنا عملنا لهم دبل سكور. في الحته بقى لما هم كانوا كسبانين كنا كلنا عاملين بنشجع وكده، ولقينا ان الظهور اساسا صوتهم اعلى مننا وعاملين بيشجعوا اكتر مننا وكده، فجبنا حاجات نشجع بيها وقعدنا نشجع بعض لغايه ما كسبنا. انا دايما بروح اتفرج على اختي، ودايما بتفرج على فيرست تيم ولاد. لما بتفرج على اختي دايما يعني كل ماتش بروح لها انا وفرقتي بنروح نتفرج عليها، والفيرست تيم ولاد كنت خايف بيقعد يقول لنا تعالوا واحنا بنيجي ونتفرج عليهم ومثلا نخلص نقعد مع بعض وكده. هو انا فعلا نفسي العب في الفريق الاول واكمل في الاهلي، نفسي يبقى زي اختي وهاله مصطفى. طبعا هم كويسين وتيم ورك دايما مع بعض، وهو احنا فرقتنا كده طبعا، نفسي كل الفرقه كلها تطلع مع كلنا نطلع مع بعض محدش يمشي. في الفيرست تيم لازم كل واحد يبين مكانه فين، وانا برضو نفسي اتصعد مثلا من 18 ل 20 على طول يعني الفيرست تيم. هي هبه عندها شوطه، انا عن نفسي انا دايما بغير الستايل، يعني مثلا يا كده يا كده يا كده. هبه دايما واقفه بالستايل بتاعها ودايما بتجيب بس ما شاء الله يعني. وهاله مصطفى كبيفوت بتعمل كل حاجه، انا بسميها جوكر، بتعمل كل يعني بتشوط وبتخش وبتلم كده. عايزه اقول لهم ان شكرا ان هم دخلوني الباسكت، وشكرا على كل حاجه هم عملوها لي. بتشجع الفريق وبتديها باور ان احنا نكمل وان احنا يعني نبقى احسن مع كل خطوه وكده، ولو حد غلط الكابتن زعله هي بتيجي تصحح لنا برده وبتساعدنا، وبتحسسنا ان احنا كلنا عيله واحده وكده. يعني هي بتبقى يعني حافز لينا ان احنا نتحسن، وان هي يعني هي بتحاول ما تغلطش عشان نطلع نعمل زيها، وان هي لما بتلاقينا مثلا حاجه احنا قلقانين منها او كده بتشجعنا، ولو كل ماتش بتشجعنا برده ونقدها ان احنا نكسب. بحب اقول لها ان انا نفسي ابقى دايما معاها، وان هي بالنسبه لي عيلتي وكل حاجه وبحبها جدا، وان انا حاساها طيبه، وهي بالنسبه لي اختي وصاحبتي وكل حاجه.